تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جماعة إجرامية خطيرة عن قضية جناية استيراد المخدرات والاتجار بها بطريقة غير شرعية، جناية تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف، تحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج التراب الوطني، تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية رسمية، انتحال اسم الغير مع حجز 74 كيلو و600 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، مبالغ مالية من عائدات الاتجار غير الشرعي بتلك السموم تقدر ب 204 مليون سنتيم 90 دينار تونسي 179 ين صيني، إضافة إلى 4 سيارات كانت تستعمل في نقل وتوزيع تلك السموم، 3 رخص سياقة مزورة إضافة إلى وثائق إدارية رسمية مزورة، 13 هاتف نقال.